المرأة اللي كتمثل المرأة المغربية والشمالية. لالا فاطمة الحياني، الحاجة فاطمة الحياني، مرحبا بك وتفضل عليك، منورة، شكرا للحضور ديالك. إذا بعد قليل غادي تنطلق إقصائيات لعبة ماطا. تشجيع لكل الفرسان اللي غادي يشاركوا في هذه الاقصائيات، وغادي نتعرفوا من خلالها على بطل هذه الدوره 11 لمهرجان ماطا الدولي للفروسيه. شكرا لكل الزملاء الصحفيين اللي كيمثلوا الاعلام المحلي الجهوي الوطني والدولي. كاينين صحافه اجنبيه اللي حاضره معنا من كل الدول، من اسبانيا، فرنسا، بلجيكا، وباقي الدول كوت ديفوار، الكاميرون، السنغال. ما ننساوش طبعا كل العارضين اللي حاضرين معنا ومشاركين في المعرض الخاص بالمنتوجات المجاليه والتقليديه. طبعا مهرجان ماطا حريص على ان هذا المعرض يكون دائما حاضر وبقوه، باش تبرز من خلاله كل المنتوجات المغربيه الاصيله من طنجه حتى البويره، من الشمال حتى جنوب المنطقه. وطبعا